يلا حيهم متابعينا الكرام، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. شوفون هاي الحجم، حجم 65، هي شاشه تي سي ال سي 728. هذه فئه السي تجي بشاشه كيوليد. اليوم راح اتكلم لكم بالتفصيل على مواصفات هذه الشاشه وايضا على المميزات اللي تميز هذه الشاشه عن بقيه الموديلات. كنا نعرف انه شاشات تي سي ال تجي بموديلات مختلفه، منها البي 725 والسي 728 وحتى البي 617. اكو على ما تعرف شنو الفرق بهاي الموديلات. هذا الفيديو راح نتكلم على هاي الشاشه ونبين لكم الفرق بين الموديلات. ايضا الشاشه اللي امامكم هي شاشه تي سي ال، مثل ما قلنا لكم موديل سي 815، تجي بنظام اندرويد 11، احدث اصدار الاندرويد، وايضا تجي مساعد جوجل الرقمي، واهم ميزه بها تجي 120 هرتز بمنفذ HDMI 2.1. يعني هذه الشاشه تدعم تردد 120 هرتز وتدعم ال 4K وال HDR والدولبي فيجن والدولبي اتموس كالعاده. خلوكم ويانا، راح نفتح لكم البوكس او الصندوق الخاص بهذه الشاشه حتى نشوفكم الملحقات مالتها. كمل تصوير حماك الاخر. قبل نبدا الشرح، برزان شو رايك بهاي الشاشه؟ احسن شاشه بالعراق. على المتابعين هنا، تعال شاشه بالعراق. يلا نروح. طبعا متابعين، بعد ما فتحنا لكم الشاشه ان شاء الله وشوفنا لكم اياها، حطين ريموت برزان. هذه الشاشه هي شاشه تي سي ال. كمواصفات، مواصفاتها الاساسيه راح تجي الشاشه بنوع الشاشه المستخدم، هو نوع كيو ال اي دي، راح تعطيك تقريبا مليار لون، وايضا تجي بنظام مساعد جوجل الرقمي. الشاشه راح تجي بدقه ال 4K وال HDR 10 برو، وايضا فلتره الصوره راح تجي عن طريق رقاقه الكوانتم دوت، وتجي بسرعه او راح تكون سرعتها 120 هرتز، تقنيه ال MEMC. هذه التقنيه هي تقنيه تعويض اللقطات، راح تعطيك سلاسه اكثر باللعب وسلاسه اكثر بانتقال اللقطات بسرعه 120 هرتز. تقنيه الدولبي فيجن والدولبي اتموس. الدولبي فيجن راح تعطيك صوره سينمائيه، والدولبي اتموس ايضا راح يعطيك صوت سينمائي. سماعات من شركه توني كيو اليابانيه، نظام جيم ماكس ماستر، هاند فري فويس، لاقط صوتي او مساعد جوجل الرقمي راح يكون لاقط صوتي عن طريق الريموت. خلينا نتكلم لكم او نضبط لكم اعدادات الشاشه الاساسيه. من هنا راح نختار اللغه، من هنا راح يعطيك اختيار البلد، تمام، نختار العراق. بعد ما اختارينا العراق راح نحط اعدادات جوجل تي في او اعدادات التلفزيون الاساسي. نضغط على اعدادات التلفزيون الاساسي، راح يطلب مني من الرابط على الواي فاي، راح نعطيه تخطي، تمام. هذه بنود الخدمه، نعطيها موافق، لازم تعطيها موافق الا تعبر. هنا عندكم هاي الخيارين، يعني هي استقبال والمتجر. الاستقبال هي نظام، يعني من تريد تخلي ببيتك تقدر تخليه على هذا الخيار، راح تشتغل تلفزيون طبيعي. اما المتجر اذا انت شفت ابو محل وتريد تعرض مثلا اعلانات شركه تي سي ال، تختار وضع المتجر اوتوماتيكيا راح يعرض لك فيديوهات كامله
اوتوماتيكيا راح يعبرك على الفيديو الرئيسي لاعلانات شركة تي سي ال، راح يشتغل امامكم. خلونا نتكلم على مواصفات الشاشة الاساسية. الشاشة مثل ما ذكرنا لكم راح تجي بنظام اندرويد 11. هذا نظام الاندرويد راح يكون معدل رسميا من شركة جوجل، يعني بنقول لكم معدل رسميا من شركة جوجل او اصدار رسمي من شركة جوجل، يعني راح تجي تحديثات ابديت مستمر للسوفت وير مالته، ما راح ينقطع عندكم باي فترة من الفترات، راح يكون تحديث مستمر تجيكم من الشركة. هاي بالنسبة للنظام. طبعا الصورة اللي قاعد تشوفوها هي اعلان رسمي من شركة تي سي ال، وتشوفون الالوان والدقة اللي بيها، تشوفون السوادات او نظام التعتيم الضوئي المستخدم بهذه الشاشة اللي تعطيك اياه باللورات النظام او شاشة الكيو ال اي دي، راح تعطيك مليار لون تقريبا، وتعطيك لون اسود مثالي بنسبة 100%. ايضا فلترة الصورة عن طريق نظام او تقنية او رقاقة الكوانتم دوت راح تعطيك صورة مثالية. طبعا راح اتكلم لكم على المعالج المستخدم بهذه الشاشة. قبل نتكلم عن المعالج، شوفون هذه الصورة، هاي قاعد تطلع لكم بفضل عدة تقنيات استخدمتها شركة تي سي ال، وايضا بفضل الخوارزميات المستخدميها بداخل المعالج. نوع المعالج بهذا الشاشة راح يكون معالج الـ ALPQ، يعتبر من احدث معالجات اللي انتجتها شركة تي سي ال بالتعاون مع شركة انتر الخاصة باصدار المعالجات. الشاشة راح تكون تدعم نظام مساعد جوجل الرقمي، يعني تقدر تتحدث او تتكلم وياها عن طريق الريموت كنترول. الشاشة راح تدعم تردد 120 هرتز، يعني تقدر تلعب العاب بها براحتك. وبفضل نوع الـ HDMI المستخدم هو الـ HDMI 2.1 راح تشوف سلاسة باللعب، وأيضا إدخال كميات كلش كبيرة بهذه الشاشة وتشوف سلاسة ودقة ووضوح ما شايفها بقية الشاشات، لأن إحنا من تكون عندنا شاشة تدعم 120 هرتز لازم يكون الـ HDMI 2.1 أو إصدار الـ HDMI 2.1 حتى نقدر نستفاد من 120 هرتز. أيضا لازم تكون تقنيات تعويض الحركة أو تقنيات فقد اللقطات، عندنا اللقطات يعني بال 120 هرتز تكون بين لقطة ولقطة اكو تهنينج، او مثل ما نقول اكو تقطيع بين الصورتين، يعني انتقال من لقطة للقطة. فعن طريق تقنية الـ MEMC نقدر او تقدر هذه التقنية تعالج لك من اللقطات المفقودة، حيث تعطيك صورة مقاربة للحرير مثل ما نقول، يعني الصورة سلسة جدا، راح تتمتع بالألعاب هذه الشاشة. الشاشة أيضا راح تحتوي على عدة مميزات. تقنية الدولب فيجن هي تقنية، أو نقدر نسميها تقنية العرض الذكية، لأنه هذه التقنية تعتبر تقنية عرض سينمائية، وبالأخص إذا كان الفيلم مصورينه بتقنية دولب فيجن. يعني إذا كان الفيلم مصورين بتقنية الدولب فيجن راح ينعرض لك هنا، وتقدر تستفاد من هذه التقنية بهاي الشاشة. هواي عالم راح يسألوني شلون يلقى